معكم إلى حدود منتصف الليل. من أهم التظاهرات الفنية اللي يتبعوها برشا الموسيقيين في إفريقيا، وأحنا جزء من إفريقيا أكيد ومن مختلف أنحاء العالم، فيزا فورسني باش تكون دورة رقمية، دورة 2020، وبالطبيعة الناس كلنا نعرفوا علاش. التفاصيل اللي إن شاء الله باش نسمعوها وقادمة من التظاهرة أكيد إذا نحطوا على السوشيال ميديا على جوجل، نحطوا فيزا فور ميوزك، الأخبار الكل والصور تكون موجودة أو متاحة. اللي فرح في الدورة هذه أنه بعد عماد العليبي اللي كان أحد أعضاء لجنة التحكيم في دورات سابقة لأول مرة، شيراز بن مراد الصحفية التونسية المختصة في الشأن الثقافي، أول امرأة تونسية في لجنة التحكيم في فيزا فور ميوزك. شيراز بن مراد، مساء النور، أهلا وسهلا بك. مساء الخير كريمة، مساء الخير كل المستمعين، شكرا على الاستضافة، شكرا على الوطنية اللي تفتح المجال هذا يعيش. المهرجان اللي هو مغربي صحيح، لكن فيه عدة فنانين من تونس وفما لجنة التحكيم كذلك. بالضبط بالضبط، هو في لجنة التحكيم الدورة هذه، دونك الدورة السابعة هي للمهرجان. نعم، ومن نعرفش يكونش عميد العليدي، هو الأكيد كان في الدورة السابقة في دورات سابقة في لجنة التحكيم، ويمكن يمكن كان من إشغال تعابير نصراوي كان عبير في لجنة التحكيم. أوكي، باش نبدأ واضحين أنا خطر حام أي مو عبير، عبير أي مش مستبعد طبعا، تحيتنا العبير الفنانة والزميلة في راديو مونتي كارلو. نعم، تحية كبيرة لها. إذن فيزا فور ميوزك بلاتفورم منصة مهمة جدا، وكان عنك في تونس ودايرة اللي حكيت أنت على عماد العليبي حضوره أكيد، وعماد عنده خصوصية زاد يسافر برشا ويشوف، دونك كان فما لمسة زاد سبيسيال وقت اللي كان على رأس أيام قرطاج الموسيقية. شيراز، دورة سنة، دورة رقمية، أنت موجودة، أنت قلت لي صحيح هي مغربية لكن فيها توينس، لكن احنا في برنامج هوانا عربي اللي يهتم أساسا بالتظاهرات الفنية الثقافية العربية في كل أنحاء العالم. التجربة كيفاش لقيتها الساعة شيراز في فيزا فور ميوزك، أو رأيك لهذه ما تعطينا رأيك في فيزا فور ميوزك ساعة كصحفية قبل ما نمشيو لجنة التحكيم؟ هو بصفة عامة المهرجانات اللي صايرة في الفترة الأخيرة في الحوض المتوسط، خلينا نقوله كما أيام قرطاج الموسيقية في دورتها الأخيرة، فما توجه جديد نوعي نوعا ما منفتح على العالم العربي وعلى العالم الإفريقي، ما يقتصرش على شمال إفريقيا بالمعنى المغاربي فقط. ويظهر لي اللي هو نفس التمشي تقريبا أثناء فيزا فور ميوزك، دونك هم قرروا أنه رغم الكورونا ورغم الصعوبات الكلها ورغم اللي المغرب مسكر عليها الحدود، أنهم يقوموا بالمهرجان تاعهم افتراضيا. أكيد أنه المهرجان ما لهوش نفس الصدى مثل على الدورات السابقة بحكم الظروف اللي نعرفوها الكل، معناتها هذا ما هوش غريب بالكل، لكن في نفس الوقت جميل في التجربة هذه هو اللي فلان تقريبا الدورة هذه وصلتها 700 ترشح، 700 ملف من تونس كما قلت من العالم العربي وافريقيا. فأنا اللي لاحظته أنه ثم توجهات موسيقية جديدة، معناتها كيف نقول مثلا معناتها خلاف الأنماط الكلاسيكية نتاع الموسيقى، لاحظت فما طفرة كبيرة في مثلا الموسيقى الإلكترونية، مثلا كل ما هو راب، كل ما هو بيت بوكس، الغناية بالقرجومة، فما انفتاح وعلى معناتها كل باش نقول أنا الطاقات الشبابية الجديدة اللي تخدم في الموسيقى، وهذا حاجة هامة جدا. اي هما جدا انه فما تواصل، معناتها اكيد باش تلقى مثلا غنية معناتها المتعارف عليه معناتها الكل نجمو نلقاوها، لكن الانفتاح هذا على طاقات شابه واللي فيه ثراء موسيقي. انا سمعت تقريبا 700 ملف موسيقات مختلفه، دونك حتى من ايطاليا حتى من فرنسا حتى من بلجيكا، فثم ثراء موسيقي اللي خارق للعاده، والثراء الموسيقي هذا كان يدل على حاجه أنه رغم الأزمات اللي عايشها العالم في الفترات الأخيرة ورغم كل ما هو سلبي اللي عايشينه الكل،
فما الصمود ديما نتاع الموسيقيين وفما الصمود نتاع الشباب. ما هو الهربة تكون للفن وللموسيقى، والأزمة هي اللي تخرج الإبداع ساعات زادة. صحيح برشا. فهذا أنا الحاجة اللي لاحظتها هالديفيرسيتي هالتنوع اللي هو موجود على المستوى الموسيقي. كان أنا نقول لك مثلا اسم تونسية تعمل راب اسمها ميدوزا مثلا، أنا كنتش نسمع بيها بل سمعت بيها من خلال المهرجان، يعني من خلال المغرب سمعت بيها. دونك ثم هالتنوع هذا، وهما دونك يوفروا هالفرص للطاقات الموسيقية الشابة انها تكون عندها منصات، انها تكون عندها امكانيات فرصة انها تتواصل، انها فوالا انها تعبر على تجربتها، انها تسمع تجارب الاخرى. خاطر هو المهرجان ما يكتفيش بالعروض الموسيقية فقط، بل ثم الورشات، ثم الندوات التكوينية. دونك انا كيف نسمع مثلا انه مثلا مغني من زيمبابوي ولا من نيجيريا ولا من السنغال يقاسم التجربه نتاعو ويحكي على الصعوبات نتاعو ويحكي على شنو هو الرهانات اللي عنده في بلاده، تضيف برشا، لان واحد يولي يغزر للحاجات منظور اخر، يولي حتى الصعوبات اللي هو عنده ينسبها. خاطر في نهايه الامر كل فنان وكل موسيقي في افريقيا بصفه عامه عنده برشا صعوبات، في العالم العربي عنده برشا صعوبات بالفعل، يعني في الانتاج وفي التوزيع وفي الانتشار، وما فماش الماكينه صحيحه وما فماش الاراده السياسيه، الكل بالسياسه. المثقف للاسف وذا يقولوا فيه هما المثقفين وحده ما ينجم شيء، دونك لازم فما اراده سياسيه اللي كانت حاضره في المغرب من خلال عده تظاهرات وحكايات وبرشا. فما معناتها ولينا احنا نسمع في الموسيقى المغربيه، خرجت هي خارجه من قبل من المحلي، لكن انتشرت في اماكن اللي صعب انه يقع اختراقها ثقافيا واخترقوها ووصلوا. دونك هذا بالنسبه للمغرب اللي باش زاده تكون هي منصه وتوفر زاده الفرصه لهالشباب وللموسيقيين اللي من كل انحاء العالم اللي لا حول ولا له. صحيح ولا يشير؟ موافقتني في النقطه هذه ولا موافقتك؟ والحاجه يمكن نحب نزيد ناكدها ديما انه فما كان ما فماش اراده يعني على مستوى السلطه نوفروا فضاءات، انه نوفروا تمويلات. او انت مثلا تشوف الاشكال اللي عايشين فيه اليوم نتاع الحظر الجوالين، بطبيعه الحال احنا من ناحيه هي من نجمو بيان سور، لكن تلقى عندك الحلول يلزم معناتها ما توقفش. مثلا الكورونا باش تواصل الله لا يقدر مثلا عام ولا عامين اخر بطريقه هذه، يا اخي هل الدنيا باش تقف؟ لا، وفما حديث توا، فما حديث على انه اوكي باش نتفرهدوا، فما بعد 3 سنين الله اعلم مش مش يصير معناتها، فما ربي يستر وكهو. دونك كيما يعني الناس تتاقلم مثلا في التعليم، تتاقلم تعمل التعليم عن بعد، حتى في الفن لازم الناس تفكر بطريقه جماعيه شنو هما الحلول. يعني انه نخليوا الباب مغلق، انه ما فماش وزير ثقافه بصفه نعرف فما وزير بالنيابه، لكن لو ما فماش يعني الوزير راهو في اي وزاره، راهو فما ناس هما الموظفين الكبار، الموظفين السامين نتاع كل وزاره، وينهم في كل القطاعات معناتها هما اللي بون والفنانين، لانه مش هي الاداره هي اللي باش تقرر الفنانين. انا في نظري هي كان ما تكونش هذه النظره المشتركه واللي الفنان يعبر فيها على رايه وكيفاش تبرز، ويكون قادر زاد على الاستشراف وانه تكون عنده رؤيه. فماش رؤيه واضحه، اعطيني رؤيه نتاع 50 سنه لقدام يا خوي، هيت فما ولا ما فماش؟ باهي احنا خذينا الحديث ورجعنا لتونس، خلينا في تونس في المشتركات، الملفات اللي جات بينيديك يا شيراز واللي ما ريناهمش من بعد في السيليكسيون، شنو اللي صار؟ ما ريناهمش على لانه الكوفيد حكم انه تغيرت عديد الاشياء، والدوره اقتصرت على المغرب لانه الحدود مسكره كما نعرف. لكن انا الحاجه اللي نحب ناكدها انه الفنانين التوانسه، باش نذكر على سبيل المثال، نقول مثلا نضال اليحيوي، كيف نقول جوترا سان سيستيم، حكيم اليوسف، كيف نقول حليم جوهر الباسطي، كيف نقول حزم بالرابح في الميوزيك الالكترونيك، كيف نقول مثلا سراب على سبيل المثال للحصر فوالا على سبيل المثال الحصر، مثلا فما فانفارا ستيشن اللي توانسه عايشين في ايطاليا، كيف خدمه متميزه في الدورات زاد سابقه شاركوا برشا توانسه في الامر، انهم انا نقول اللي مستوى نتاع الموسيقى نتاعهم متميز للغايه، انهم يقدموا عروض. هما بصفه عامه كيفاش تتم العمليه؟ يقدموا دي شوكيس. شو معنى شوكيس؟ يقدم لك عرض 45 دقيقه يقدم، مش يقدم غنية. دونك ماهيش فكره نتاع السينجل انك تعمل سينجل، لا 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 سبكتاكل في الفكره نتاع العرض، الفرجه زاد صنع لي فرجه وصنع لي يعني فوالا، هو عرض 45 دقيقه
انه يقدم فيه الفنان عرض متكامل على المستوى الدور كما قلت انت الفرجه على المستوى الاغنيه على مستوى التصور ككل على مثلا الفنان ما يمشي يقول نحب انا نعمل اعاده احياء التراث ونقدر له بطريقه جديده ونقدم عرض متكامل في 45 دقيقه اللي انا نبهر به الجمهور ونشد به الجمهور. دونك التمشي هو هذا ماهوش تمشي تجاري بالكل معناتها ماهوش تجاري هو شيء فيه الفنان يبذل مجهود انه يقدم عرض متكامل واللي تكون فيه تعبيرات موسيقيه الحقيقه انا كيف نسمع بالنسبه لي معناتها كيف نسمع نضال ولا نسمع حكيم اليوتي ولا جوهر ولا حازم بالربح ولا اصوات اخرى سراب على سبيل المثال اما مستوى معناتها موسيقي محترم جدا بعيد على كل ما هو تجاري معناتها الحاجه اللي واحد لازم يفهمها معناتها هذوما ربما ولو انهم نضال وقلتر على سبيل المثال يتعديوا في معناتها في الراديوات بطريقه نوعا ما موجوده لكن هما بصفه عامه هالاصوات هذيا اللي تقدم عروض متكامله معناتها فيها تحس فيها جانب البحثي فيها انه جانب الالماني اي ساعات يقعدوا بثلاث سنين باش يخدموا كيما جماعه اركز هيب هوب مثلا زاد عندهم نوعيه سبيسيال نتاع موسيقى زاد حليم اليوسفي كيما قلت انت وجماعه اي تجربه كيفاش عشتها انت شيراز لجنه تحكيم و700 ملف وجنسيات مختلفه وبرشا جو لأنه تجربة الحقيقة تسري هي مصري حتى لي معناتها أي على المستوى الشخصي أي على المستوى الشخصي تسري برشا على خاطر بالأخص أنا نقول ساعات خاطر الجين العربي أنت تقولي هوانا عربي نسمع الموسيقى العربية أكثر من الإفريقية ولو أنه نحن أفارقة معناتها الانتماء بتاعنا الأرضي الجغرافي هو شمال إفريقيا العمق الإفريقي على المستوى الموسيقى الحقيقة ما نعرفوش على خاطر أنا بالنسبة لي سي معناتها تقصير اي شفت اكتشفت الغين اي تقصير منا نحن وتقصير زاد منهم هما لانه في نهايه الامر عندنا نفس المشاكل تقريبا على مستوى التوزيع والانتاج اتسع دونك الحاجه اللي نحب نقولها اللي احنا كقاره افريقيه عندنا ثراء موسيقي كبير ياسر مختاره اللي ربما ساعات نقول انا لي بون جسور التواصل اللي ما بيناتنا ماهيش ممدوده سي دوماج على خاطر ما فما جانب اخر زاد هوني نتاع الدبلوماسيه الثقافيه وشنو هو دورهم هل معناتها برشا حكايات شيراز دونك انت متعت الوذنين نتاعك تمتعوا معناتها صح والله الحقيقه الموسيقى مزيانه ياسر معناتها الافارقه قاعدين معناتها يقدموا في اعمال نحن ما نسمعوهاش اما يقدموا في اعمال محترمه جدا مستوى محترم جدا توسكي عرفت الموسيقى ثم توسكي الانماط اللي نحن ساعات نقولوا نحسبوها على الصحراوي الانماط الصحراويه نتاع كيما تنراوين هذوكم ثم فرق موسيقية عديدة اللي تخدم في النمط هذيك الصحراوي اللي كيف الحاجة اللي لاحظها للمغرب التراث نتاعهم يعطيه قيمة كبيرة ياسر احنا ساعات التراث نتاعنا نقولوا لا ولا اسطنبالي لا ولا لا بالعكس هما التراث نتاعو كيف يخدموه قدام لك عرض بساعة غير ربع معمول بطريقة فيها بحث وفيها جدية وفيها معناتها فنية وفيها حسية تقول علاش ليه وحتى المواطن العادي المغربي في الشارع يبدا هو يعرف كي يسمع يقول لك هذا يصنف يعني ويقسم وهذا معناتها كيما في الجزائر زاد نفس الشيء نحن شويه مازلنا في الجانب هذاك وكي تتمس والجانب التراث راهو معناتها ثم توانسه يخدموا في برشا خدم اللي هي لا ياسر ماهيش معناتها مش مثمنه يقول لك لا تعاود تخدم في التراث لا بالعكس التراث يجم يعطيك منطلق باش تغزل الحاجه ليه والمولود نتاع سنه 2000 وسنه 2019 اللي تولد شنو ذنبه ذاك كيما معناتها تو مثلا ريت نقطع التنهيده وقت اللي تغنيت في قلب الذيب الشبيبه مش في بالهم اغنيه جديده ما في بالهمش اللي راهي قديمه الاغنيه هذيك مثلا دونك يلزم يعيش وحبوها بالرغم فيها تنهيده بالضبط حبوها برشا فينالمون هي جزء من الهويه نتاعنا بالطبيعه نحن حببنا مكرهنا وشو محلاها الهويه هذيك اللي معناتها شو الجماليه اللي فيها الموسيقيه معناتها هذيك علاش هما الناس متعطشه زاد للحكايه هذيك يعطيك صحه شيراز على كل شكرا ليك يعيشك وتحيه لكل مستمعيك والتونس ان شاء الله ان شاء الله تتجاوز هالازمه اللي ان شاء الله ان شاء الله وبرشا امل اللي انت تقدر ان شاء الله شكرا
ليك. شكرا ليك شيراز بن مراد زميلتنا الصحفي واللي كانت عضوة في لجنة تحكيم فيزا فورم ميوزك. واصلين معكم اللي حكيت على نضال يحيوي نسمعوهم بعد نمشي يا لتونس يا العراق احنا والزهر واحنا وشبكة الاتصالات.